هنالك أيضا من الأمور الخطيرة أن صاحب الجوال يجتنب كل ما يعود بالضرر، يجتنب أن يجعله في الجوال. لا يجوز للشخص أن يستعمل ما حرم الله لا في الجوال ولا في غيره. لكن هنا أمر نريد أن نصل إليه وأن نبه عليه. فالشخص قد يستخدم في الجوال أشياء قد تكون سرية، أشياء قد تكون خاصة، أشياء قد تكون من الشر والفتنة، يستخدمها في وقت من الأوقات، في وقت من الأوقات، ثم يأتي وقت من الأوقات ويبيع ذلك الجوال الذي فيه عدسة تحفظ كلامه وتحفظ صوره وتحفظ ما جلبه إلى جواله. فهنالك ما يحصل أن بعضهم يطمس ما في الجوال مما يخشى من صور خليعة وما أشبه ذلك، وهذا هو المطلوب، وهذه التوبة إلى الله. لكن كما سمعت يطمس ذلك، والمادة الحافظة لذلك لا تزال حافظة لذلك، فيحصل أن بعضهم يبيع الجوال، فربما اشتراه من الناس المفسدين والمغرضين الذين لهم أغراض سيئة، فذهب واستعاد ما في هذه العدسة واستخرج ما يريد أن يتوصل إليه. ومن ذلك أن بعض النساء قد تصور نفسها وهي على فراش الحياة الزوجية والمعاشرة الزوجية، قد تصور نفسها وهي على حالة منكرة، وهكذا أشياء مما يكون مضرا، مع أن هذا التصوير لا يجوز أصلا. لكن كما سمعتم هنالك خطر أعظم، وهو أن هذا الصنف المغرض يسعى إلى التوصل إلى معلومات وإلى أشياء من أجل أن يتوصل إلى متاجرة في الأعراض وإلى تعريض الأعراض في الفتن العظيمة. فلهذا لا يجوز للمسلم والمسلمة أن يجعل في الجوال ما يخالف شرع الله وما يكون له عواقب وخيمة، كذلك تجنب الخيانات في أمر الجوالات، إذا تكلم متكلم مع آخر واتصل له لا يجوز أن يسجل كلامه إلا بإذنه، فإن سجله بدون إذنه فتلك خيانة. فإن كان مقصده من هذا التسجيل أن ينشر هذا ويشوه بالمتصل له فإن هذا مكر وخديعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام المكر والخديعة في النار. فحذار حذار من التعاملات السيئة في هذه الآلة التي سمعتم أنه لا يجوز أن تستخدم إلا فيما يعود بالنفع في أمر الدين والدنيا والآخرة. فتناصحوا فيما بينكم وتعاونوا على أمور البر والتقوى. الشباب والشابات لا يعطى لهم هذه الجوالات التي تستقبل الشرور والتي يسهل فيها التوصل إلى عظيم الفتن وإلى شرور كثيرة. وإن غالب على الشخص أنه رأى أن يعطي الشاب والشابة فلتكن هنالك الحراسة والمحافظة والمتابعة والتحذير من الوقوع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. فكم ضحايا هذه الفتن، كم طلاق، كم خراب في الأسر، كم فساد في قلوب الرجال والنساء بسبب هذه الفتنة. قال الله في كتابه الكريم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.